وتحل الواجبات وتتابع كل الدروس بتاعتنا. هستنى محمد واحمد وهستنى سندس وجنى كل الناس تشارك معانا. ويلا بينا نشوف الدرس. لي طلاب الصف الاول الابتدائي في مدرسه حسام الدين الخاصه، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مس منى مدرسه الرياضيات بالمدرسه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم عليكم يا رب. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة هنراجع على الكسور، يلا بينا. طبعا زي ما احنا متعودين في التمهيد بنشوف احنا السؤال اللي المفروض نجاوب عليه. بيقول لي انظر الى الرسم ولاحظ الاشكال. تعال نشوف مع بعض عايزنا نشوف ايه. جايب لي صورة بيتزا وبيقول لي واحد صحيح. طيب جايب لي صورة البيتزا تاني واحد صحيح، وجايب لي الصورة لما قسمها لنصفين متساويين، فبيقول لي ان الواحد الصحيح بيساوي نصفين متساويين. طيب قال لي برضو الواحد الصحيح بيساوي ثلاث أجزاء متساوية، ممكن أقسمه لثلاث أجزاء متساوية يبقى اسمه تلت، يبقى اسمه تلت. طيب الواحد الصحيح برضو ممكن أقسمه لإيه؟ لأربع أجزاء متساوية، وفي الحالة دي هيبقى اسمه إيه؟ ربع، هيبقى اسمه ربع، يبقى الواحد الصحيح بيساوي أربع أجزاء متساوية. طيب الواحد الصحيح برضو ممكن يساوي ثلاث أجزاء أسميهم من الأربعة بتوعي، أسميهم ثلاث أرباع ويتبقى معايا ربع، يبقى أنا لو أخدت ثلاث أجزاء منهم يبقى أخدت ثلاثة من الأربع أجزاء، يبقى اسمها ثلاثة أرباع. تعالوا مع بعض زي ما احنا متعودين في مدرستنا في العرض بنشوف الأهداف اللي المفروض نتعلمها النهاردة. المفروض نتعلم إيه؟ نشارك مع بعض في أنشطة رياضيات التقويم، وطبعاً هنعرف مفهوم الكسب، وهنميز بين النص والتلت والربع والتلات أرباع، وطبعا لازم نشارك مع بعض في حل التمارين. تعالوا مع بعض نفتكر ايام الاسبوع. سبعة السبت، يوم ايه؟ الاحد، 19 من ابريل 2020. يلا مع بعض. بيقول لي ضع علامة صح امام الشكل الذي يمثل نص. يلا بينا نشوف مين اللي هيقوم يقول. يلا بينا. يلا احمد بيقول لي اول شكل يا ميس ده بيمثل ربع. برافو عليك. ليه يا احمد؟ لان ملون جزء واحد من اربعه اجزاء، يبقى ده انا مش هحتاجه. طيب خلاص يا احمد. يوسف جنبك بيقول لي يا ميس شكل المثلث ده مش بيمثل نص. طب ليه يا احمد؟ ما انا ملونه جزء واحد من جزئين. عشان يا ميس ده مش اجزاء متساويه. برافو عليك يا يوسف. طب عمر جنبه بيقول لي يا ميس الدائرة دي بتمثل نصف. ليه يا عمر؟ لأن هي متقسمة لجزئين متساويين وأنا ملون جزء واحد من الجزئين، يبقى الدائرة دي بتمثل نصف. طيب يلا يا معاذ، هل المثلث ده بيمثل نصف؟ لا يا ميس مش بيمثل نصف. ليه يا معاذ؟ لأن أنا لونت جزء من المثلث كبير والجزء التاني من المثلث صغير، يعني أجزاء غير متساوية، يبقى
مش بيمثل نصف. طب هل النجمة دي بتمثل نصف؟ أيوة. مين اللي قال لي كده؟ برافو عليك يا أحمد، قال لي بتمثل نصف. طيب يلا يا محمد، محمد بيقول لي المستطيل ده بيمثل نصف. برافو عليكم سنة أولى طلاب مدرسة حسام الدين الخاصة المتميزين. بيقول لي لون ربع. أيوة أنا هلون ربع للمستطيل ده وللمربع. تعالوا مع بعض نحط صح أمام الشكل اللي بيمثل تلت، يعني ألون جزء واحد من التلات أجزاء. يلا بينا. أول شكل المستطيل، أيوة بيمثل تلت لأن أنا لونت واحد من التلاتة وهم أجزاء متساوية. طب هل المثلث ده بيمثل تلت؟ لا يا ميس مش بيمثل تلت. ليه؟ لأني لونت جزء واحد من تلات أجزاء بس التلات أجزاء غير متساوية، يبقى مش بيمثل تلت. طيب تعالى نشوف الشكل اللي بعده. اه فعلا بيمثل تلت، والمربع ده بيمثل تلت لو انت عمود واحد من التلات أعمدة. طيب والمستطيل ده بيمثل تلت؟ لا مش بيمثل تلت. ليه؟ علشان انا لونت مثلث كبير والمثلثين التانيين مش قد بعض، فده اجزاء غير متساوية، يبقى انا ما ينفعش اقول ان هو بيمثل تلت. طب هل الدائرة نص تلات اربع دائرة دي؟ برافو عليك يا احمد، بيقول لي تلات اربع دائرة يا ميس. برافو. اياد بيقول لي اه يا ميس بتمثل تلت لان لونت جزء واحد من تلات اجزاء. تعالى مع بعض، بيقول لي ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي. هسيبك الثانيتين تفكر زي ما احنا متعودين في مدرستنا واشوف مين بقى اللي هيقوم يجاوب معايا. يلا يا سندس، بتقول لي يا ميس أول شكل ده اللي هو الدائرة بيمثل تلت. ليه يا سندس؟ لأن أنا لو أنت يا ميس جزء واحد من تلات أجزاء والتلات أجزاء متساوية، يبقى ده تلت. أمال الدائرة اللي جنبها دي يا سندس بتمثل إيه؟ بتمثل نصف. ليه يا سندس؟ لأن أنا لونت جزء واحد من جزئين والجزئين متساويين. طيب هل النص أكبر ولا التلت؟ من خلال الشكل كده الرسم، هل لو أنا قسمت البيتزا بتاعتي لنصين هتبقى كده أكبر من إن أنا أقسمها لتلت يعني لتلات أجزاء؟ أيوه فعلاً، لو قسمتها لنصفين هتبقى أكبر. طيب يلا مين عايزة تجاوب؟ جودي. جودي بتقول لي يا ميس أول دائرة بتمثل نصف والدائرة التانية بتمثل ربع. طيب هل يا جودي الربع أكبر ولا النص ولا قد بعض؟ برافو عليكي، النص أكبر يا ميس. لو أنا قسمت البيتزا بتاعتي او الكيكة اللي ماما بتعملها لي لنصين هتبقى اكبر من ان انا اقسمها لاربع اجزاء. تعالى نكتب مع بعض الكسر. اول شكل ده بيمثل نصف، الشكل اللي بعده الدائرة بتمثل تلت، المثلث بيمثل تلت، والدائرة دي بتمثل تلت اربع، واخر دائرة بتمثل ربع. برافو عليك. بيقول لي ضع علامة صح أمام الشكل الذي يمثل ربع. تعال نشوف كده مع بعض، أسيبك الثانيتين تفكر وأشوف بقى الإجابات. جمانة أيوة أول شكل بيمثل ربع، الأريا تاني شكل بيمثل ربع، المثلث ده بيمثل ربع، وآخر حاجة المستطيل بيمثل ربع. برافو عليك. الأشكال التانية المستطيل ده بيمثل نصف والمستطيل ده اللي بعده بيمثل تلت. لا يا ميس مش بيمثل تلت لان الاجزاء غير متساوية. حبايبي بعد ما خلصنا الدرس وراجعنا على الكسور، تعالوا مع بعض نعمل غلق للدرس ونفتكر احنا اخدنا ايه النهاردة. اخدنا الكسور، اخدنا النص واخدنا الربع والتلات اربع، وعرفنا ان الواحد الصحيح بيساوي نصفين بيساوي اربع اجزاء متساوية. طبعا النصفين متساويين لو تلات اجزاء متساوية. استنى ان انتوا تحلوا الواجب في اوراق العمل اللي احنا عديناها
وتتواصلوا معايا على صفحة المدرسة وتبعتوا لي كل الإجابات، وكل سنة وانتم طيبين وهتوحشوني لحد ما اشوفكم تاني. كنت معاكم ميس من. في نهاية الدرس أتمنى أن تكونوا استفدتوا من الشرح، وعايزاكم تتواصلوا معايا على صفحة المدرسة وتبعتولي كل الواجبات. وأحب